جايبين مربى بعد ما كامله صارت عندي بهالشكل. هاي اللي اخذنا من عندها اللوز، وهاي اللي كامله باللوز. اتمنى ان شاء الله تعجبكم والف صحه وهنا. السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله مرتاحين. اليوم حبيت اسوي طريقه عمل مربى المشمش. طبعا عندي طريقتين لعمل المشمش، العفو مربى المشمش، راح اسويها هسه ان شاء الله. مشمش او قيسي قسم منهم يسموه، راح اسويها قدامكم ان شاء الله. ان شاء الله هاي الطريقه ناجحه ومضمونه 100%. بصراحه المقادير اني يعني متعوده ما اقيس، يعني عينك ميزانك، بس اليوم ان شاء الله راح اقيس قدامكم بالقلاص وبالكيلو الشكر حتى تعرفون الكميه ان شاء الله. عندي تقريبا هنا شيء تقريبا كيلو وربع من المشمش، يعني ورا ما فلسته بهالشكل هذا صار عندي. وخرت من عند اللوز، اللوزه مالته، وخليته قطعتين كل مشمشايه صارت. وعندي المشمش اللي صحاح مثل هذا بهالشكل هذا راح اسويه شكلين، لان هو بصراحه لوز حلو، بس انا اخذت القوي خليته كامل حتى ما يتفلش عندي او يعني يتهرس. وهذا اللين سويته هيجي حتى اشوفكم الطريقتين. هي حتى الطريقتين ترهم، يعني هاي الطريقه اذا قوي يرهم بيها، وهذا الطريقه اذا لين يرهم بيها، بس حتى اشوفكم. انا بصراحه احب من اسوي كامل المشمش مثل هذا، احب اسوي يعني يكون قوي المشمش حتى تظل عندي يعني بشكلها ما تخرب. بس بصراحه مثل ما قلت لكم انا يعني ما امر قصه الشكر قد اخلي، بس تقريبا تقريبا يعني بالعين كل كيلو مشمش تقريبا اخلي له نص ثلاث ارباع، العفو، من الشكر، ثلاث ارباع الكيلو من الشكر. هسه راح نبدا نقيس قدامكم. راح نبدا اول شيء نسوي هذا المشمش. ابدي اول اقيس الشكر. بسم الله، حتى اللي ما عنده ميزان يعني ما ياكل هم ويقول يعني انا ما عندي ميزان ايش قد قلاصات. هسه صفرنا الميزان او مات القياس. هسه هذا عندي قلاص، كل قلاص تقريبا ربع كيلو. عفوا، هاي اثنين، هاي ثلاثة، وهذا صار عندي أربع قلاصات هو الكيلو. يعني أنا قلاصة عندي حجم كبير شوية. أبعد الشكر لهنا. هسه صار عندي هذا كيلو تقريبا، هنا كيلو وربع راح يكفيني الكمية. أول ما أبدي بطريقة العمل طبعا أخلي شوية من الشكر بأرضية الجدر رشة خفيفة، وأبدي المشمش أصفه بهالشكل هذا. ان شاء الله رب يكون واضح يمكم. طبعا اللي مستعجل ويريد يعني يخلي قبل هيجي مخربط يعني مو صاف عادي، ماكو مشكله ما ياثر، بس يعني العين تاكل مثل ما نقول. بهالشكل هذا صار عندي. راح ابدي اضيف من الشكر. بسم الله، احاول اغطي المشمش بيه. طبعا هاي طريقة راح اسوي لكم هذا المربى ومربى المشمش صحاح طريقة ثانية راح اسويها. وهذا اللي مفلس من اللوز لازم بهاي الطريقة يعني يسوى، ما يسوى مثل ذيش الطريقة، بس ذيش الطريقة ترهم نقدر نسوي. يعني اللي راح اسوي بهاي الطريقة راح اسوي بطريقة نسوي القطر ونضيف المشمش عليها. نقدر نسوي نسويها بهاي نفس هاي الطريقة، نقدر نسويه بذيك الطريقة مالت طريقة القطر، بس هذا من اسوي قطر واجي اذب عليه قبل راح ينهرس عندي ما يتحمل.
خصوصا لانه يعني المشمش اللي عندي شويه لين. طبعا واللي عندهم كميات كبيره من المشمش يريد يسوون يعني حتى لو يخلون طبقتين طبقتين من المشمش ويضيفون الشكر ما ياثر لان هو راح ينزل بيناته. احاول المكانات يعني اللي يكون بها قليل اخليه من المشمش حتى تكون عندي عدله يعني بالجذر. بس كملت عندي الكميه بهالشكل هذا راح اضيف باقي الشكر. اللي يحب طبعا يكون بها شيره اكثر من هيجي يضيف شكر النوم. انا بصراحه راح اضيف تقريبا نص كلاص فوقها يعني تقريبا كيلو وربع راح اضيف لاقل من تقريبا اقل من العفو الكيلو وربع مالت المشمش راح اضيف له كيلو وشويه يعني من الشكر. نعم صراحه احنا يحبون القطر مالت المربى او الشيره. هالشكل هذا صارت عندي راح اغطيها واتركها مكان دافي. طبعا احنا هنا ما عندنا جو مو حار فراح اخليها ب يعني ألزمه وألفه وأخليها بشمس أو أخليها بهالشكل هذا بالشمس إلى أن يذوب الشكر. وإن شاء الله أشوفكم طريقة العمل. وهسه أبدي بطريقة عمل المشمش الكامل أو صحاح أو مو مفلس. هسه راح بعد ما كملت ذاك يعني ذيك المربى جزء من ذاك المربى راح نبدي بهاي المربى الكامل المشمش يعني مو مطلع اللوز مالته. طبعا هنا راح اسويها غير شكل يعني ذيك الطريقه غسلته صفيته الى ان نشف عندي. فتحت المشمش طلعت اللوز من عنده خليت شكر بالبدايه بالجدر وبعدين بلشت اصف المربى وبعدين شكر المربى وشكر العفو المشمش والشكر الى ان كملت عندي الكميه. اخر شيء غطيته بالشكر. هسه هذا راح ابدي يعني غير طريقه. هنا مثل ما قلت لكم راح اسويها بالقطر او الشيره. راح اسوي الشيره وبعدين اضيف المشمش عليها. راح نبدي هسه توي مثل ما قلت لكم اربع قلاصات عندنا كيلو راح ابدي هنا بالقلاصات. بسم الله اثنين ثلاثة وهاي أربعة. أنا عندي نفس القلاص راح أقيس بيه المي. عندي المشمش كيلو هسه خليت كيلو شكر على كيلو مشمش العفو. راح أضيف أربع قلاصات مي راح أضيف لها العفو أربع قلاصات شكر راح أضيف لها قلاصين ونص إلى ثلاثة مي. أنا راح أضيف ثلاثة مي حتى أخليها تغلي الشيرة عندي. يلا أضيف المربى وبعدين ورا ما أكملها طبخ إذا شفتها خفيفة. بسم الله إذا شفتها خفيفة أنا راح أخليها بالشمس. أنا دائما إلا أخليها بالشمس يعني حتى لو أشوف قوامها زين إلا أخليها فد يوم نص يوم. إحنا بصراحة عندنا هنا الجو بارد فمتأثر يعني بالعراق الجو عندهم حار يقدرون يخلوها مثلا من الصبح للظهر بالشمس. طبعا يغطوها بشاشيه خفيفه يا اما بمنخل على مود يعني من حشرات من اي شيء مثلا نحل مثل ما تعرفون النحل يجي على المربى يكيف عليه. راح اخلي له ليمون دوزي متكلس شويه بس ماكو مشكله. راح اخليه بهالشكل هذا يعني نص ملعقه شاي مال ليمون دوزي او حامض الليمون. راح اخليه على الطباخ الى ان يغلي واشوفكم الطريقه ان شاء الله. طبعا مو اول ما يغلي راح ادب المشمش لا راح اخليه يغلي فشي خمس دقائق الى ان اشوف قوامه يعني سخن عندي شويه الشيره او القطر وان شاء الله اشوفكم شلون طريقه العمل. وهسه بعد ما صارت عندي الشيره بهالشكل هذا تقريبا طبخت عندي خمس دقائق او اكثر صارت عندي هيجي قوامه يعني لا سخينه ولا خفيفه.
بعدها يعني بها خفه، لان انا رديت اطبخ ويا المشمش. راح ابدي انزل بحبات المشمش. بسم الله. طبعا انا ناسيه النار، وهسه راح انقلها على يعني على نار هادئه كلش حيل، ما اخليها تكون نار قويه حتى تاخذ راحتها بالطبخ وما يتفلش عندي المشمش بهالشكل هذا. صارت كمية الشيرة يعني تقريبا او القطر حيل زينة عندي للمشمش بعد ما راح يطبخ، وراح شوية يصغر عندي. وهسه ان شاء الله راح اخليها على النار يعني اصغر عين عندي بالطباخ، واخليها على نار ناصية، انص النار عليها واخليها تطبخ شي تقريبا مدة 5 دقائق او انا اشوفها يعني بالعين تبين. ان شاء الله اشوفكم اياها من تستوي عندي وارجع لكم حبايب.